تعالي صباح تعالي الخير. تعالي تعالي اقعدي مكاني. ازيك الاول عامله ايه؟ تفضلي. اكيد سمعتينا واحنا قاعدين بنحكي عن تزيين الدفاتر المدرسيه وقد ايه يمكن تزيين الدفتر بيخلي الطالب له كثير نفسه يدرس، صح ولا لا؟ صح. انا كثير بحب الرسم، واول ما خلص ارسم على هاي على طول بتصير انه خلص الي نفس ارسم وادرس، واول ما افتح الدفتر خلص انه مثلا علي اختبار بكره على طول خلص بصير انه الي نفس ادرس، مش لما يكون الدفتر ممل او شيء ما بكون الي نفس. تحسي كئيب صح؟ بس انا عايزه اقول لها حاجه. اول فستانك حلو جدا، شعرك جميل جدا، هي كلها حلوه واسمها حلو قوي واسمك حلو قوي وشكلك امور جدا 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 وطالعه زي القمر النهارده. ده اول حاجه عايزه اقولها لك. تاني حاجه، دايما الجميل بيرسم حاجات جميله، فانت عشان جميله بترسمي حاجات جميله. بس قد ايه بيفرق معاكي ده يا لين في الدراسه؟ تحسي انك مرتاحه وريلاكس اكتر وانا قاعده بدرس وجنبي رسمه ورده، او انا قاعده بدرس وجنبي رسمه حاجه انا بحبها؟ اكيد. اي حدا مثلا اي اذا بدك تزيني على الدفتر احلى طريقه يعني تطلع الرسمه حلوه، اي شيء انت بس هيك بتحبي بس عبري عنه برسم كثير صغيره هيك بنهايه الدفتر، كثير بتفرق معك لما تيجي تدرسي انك تشوفي حاجه بتحبيها. يمكن كمان تعرفي منها، انا لاني مجربه عندي ملاحظه صغيره بدي اياكي تلين تقولي لي صح ولا غلط. صح لما تيجي تدرسي مثلا وتكون باخر اخر الصفحه في ورده، يمكن انت بالامتحان تتذكري انه الاجابه موجوده بالصفحه اللي فيها ورده، بتصير معك ولا ما بتصير؟ قد ايه كان هذا كمان شيء بيساعد الطالب انه يتذكر المعلومات؟ كثير يعني حتى انه ممكن الرسمه تكون حسب الدرس اللي انت اخذيته او رسمته على الدفتر تكون هيك رسمه صغيره بتعبر عنه، فبالامتحان بس تتذكر الرسمه حتتذكري كل شيء قرأته موجود بالصفحه بالضبط. بس خبرتني العصفوره يا لينو انك بتحب الموسيقى صح؟ كثير. طيب شو رايك باللي موجود معنا على الشاشه على السكرين؟ لاف سونج. كثير حلو. هذا يا سلام. من وين اكثر من رسمه؟ شو خطر لك؟ بس انه موسيقى هيك، وبعدين انه عن شيء طراز قديم مثلا هذا تيب كاسيت او كاسيت هذا لما عملته كان عندي درس بالتربيه الوطنيه فكان عن شيء قديم على طول بس هيك خطر لي اني بحب الموسيقى وشيء قديم فجمعتهم مع بعض وحطيتها. حلو كثير. شو كمان رسمات ترسميها؟ كثير في رسمات يعني عن السفر، كتب يعني هيك مثلا على السفر بس هيك مثل طيارة صغيرة أو بس هيك شيء بسيط كتير. عن البارتي مثلا. حلو. هاي البارتي اجتنا. حلو. بس لين بس هيك رسمات صغيرة بتعبري عنها. عايزاكي بقى تحكي لي البداية، يعني تقولي لي ماما شجعتك، مين اللي شجعك، بدأتي ازاي، كنت بتشفي مثلا؟ أنا كنت بشف أجيب الورق الخفيف ده وأشف كده الأول بعد كده أرجع أرسمه تاني. احكي لي الحدوتة بدأت معاك ازاي؟ أكثر حدا بدعمني بالحياة كلياتها ماما. طبيعي. تعطيني الحب والطاقة الإيجابية كلها. أول شيء بدأت أرسمه شو اسمه؟ تصميم الأزياء. الله. أول ما رسمت بلشت أرسم فساتين وهيك وبعدين رسمت هاي الأشياء. طب ما بتاخذي دفاتر صحباتك بترسمي لهم شيء؟ بس الفستان ده واو. لين هذا رسمك؟ ايوه. لا صدمتيني هلا صدمتيني جد، يعني انا كنت مفكر انه والله بس انت بتعملي هالاشكال الحلوه على الدفتر طلعتي بترسمي فساتين، معناته انت مصممه ازياء. معلش غيروا التايتل وحطوه مصممه ازياء لو سمحتوا، اذا هذا رسمك جد. لا والله شطوره ما شاء الله. يعني يمكن كثير حلو انه بعمر صغير بلشي تعرفي شو هواياتك. قد ايه مهم لين تعرفي شو هواياتك من انت صغيره؟ كثير مهم، لانه على طول انك تعرفي هواياتك انه بتعرفي شو هدفك بالحياه، بتعرفي شو بدك تصيري، شو بتحبي، فلازم كل حدا يعني حتى لو ما كان عنده هوايات انه يدور على يحاول يجرب صح؟ يجرب كثير شغلات عبال ما يلاقي هواية. وحتى هلا يعني كل شوي بيطلع فن غير عن الفن، انه بتستغرب انه كيف هيك حد خطر له انه مثلا فن المسامير اكثر من شغله. حلو. لا فعلا مطلع. يعني هي فتحت نقطه غايه في الاهميه. صحيح. ان كل شويه بيطلع شيء جديد احنا كنا لا نتخيل ابدا ان هو يكون موجود ويطلق عليه فن. البيت بوكسنج، الناس بتغني تك تك، ده ما كانش ابدا حد يتخيل انه هيكون فن، او حد يكون بيرسم بالمسامير، او حد يكون بيعمل شيء جنوني احنا عقلنا كان زمان لا يتوقعه. فانتي فعلا برافو عليكي، انا حاسه ان انتي حتى ما شاء الله عليكي عقلك سابق سنك. بس قولي لي ايه الهدف اللي انتي عايزه توصلي له من الموضوع ده لين؟ في كتير يعني
انه من اي هدف. يعني انت مثلا عايزه توصلي لايه؟ ايه هدفك من الرسم او التزيين؟ يعني تكوني ولا شايفه حالك شيء بالمستقبل؟ اكيد شايفه حالي شيء. هلا انا شوي بميل لتصميم الازياء، فممكن اصير مصممه ازياء. الله، فيك يعني كثير شغلات، ومثل ما قلت بالاول انه في كثير فنون عم تطلع، فما حد بيعرف هلا، يعني ممكن الاقي شيء احلى اطوره انا اكثر. لا بس اذا انت شايفه انه ده شيء انت شاطره فيه نميه وادرسيه، يعني انا بنصحك انك تدرسيه. ما شاء الله، يعني يخزي العين عنك ما شاء الله. يعني انا انصدمت جد لما طلعوا السكرين وشفتك راسم الفساتين. بس بدي اياكي تحكي لي انه كيف انت خطر ببالك ترسمي الفستان، وكيف انه والله يوما ما يعني شايفه فستان بالسوق قلتي ولا انت هيك من روح خيالك؟ ما بعرف، يعني هو اي شيء فينا بنعمل منه فستان، يعني اي فكره بس هيك كثير صغيره ما عملنا تخيلنا انه ممكن تكون فستان، ممكن تكون فستان عادي. انه هلا بنشوف بالعروض الازياء في كثير هيك فساتين، انه كيف انه بتستغرب انه لما تستغرب انه هي طالعه مثلا كفستان. ايوه موديل، ف انه معقول حد هيلبس الشكل ده. بس عارفه بقى النهارده انا عايزاكي تكوني ناقده كده قويه وشديده، ونتكلم شويه على جيلك انت، جيل الايباد. يعني صعب جدا انك تحصلي واحده زيك مهتمه بالفنون والازياء والرسم والاشياء القيمه. دلوقتي كله بيلجا الى يمسك الايباد والموبايل ويلعب جيمز وتشاتنج وينام، واللي هو يتصور صوره عشان الانستغرام. انت بتشوفي الجيل ده شكله عامل ازاي من وجهه نظرك؟ هلا السوشيال ميديا والموبايلات وهي الاشياء نحن بنقدر نستفيد منها، مش بس انه نضيع وقته، بس بنقدر نستفيد منها من كثير اشياء. مثلا نتعرف على اشياء جديده، نتعلم لغات جديده، يعني مش بس انه نفتح يوتيوب ونتعلم كيف نرسم الاشياء المهضومه. بالضبط، فانه السوشيال ميديا مش بس لها مضار، كمان لها فوائد نقدر نستفيد منها باي شيء. بس للاسف انت شطوره، انت شطوره، انت شطوره وقادره تستخدميها بالطريقه الصح. يعني انا شايفه انك انت هون قاعده مستخدمه الايموجي بتاعت الواتساب. ايوه. انا عندي لك سؤال هلا، بالمدرسه مدرساتك هل بيساعدوكي، هل بيحفزوكي انك تعملي اكثر من هيك؟ مثلا مدرسه الفنيه هل بتقول لك انت شاطره يا لين لازم تكملي بهذا المجال، ولا ما بتلاقي منهم دعم؟ لا اكيد في دعم يعني من اي حدا. حلو، يا سلام. بس تعرف يا لين بدي اخبرك شغله. اول شيء يعني غيرت من بيني وبينك، شعراتك حلوين. ايوه. وانت حلوه. شكرا. ومهضومه ورسمك حلو وكل شيء بجنن فيكي، هذا واحد. بس بدي اياكي تخبريني عن دعم امك لك، دعم يعني مساعدة امك لك، مساعدة ابوك مثلا، اهلك شو بيحكوا لك لما تروحي لهم؟ شوفوا الرسمه هي عجبتكم ما عجبتكم؟ يعني خبريني عنها. بس قبل ما تجاوب عليك انا عايزه اغششك حاجه، مامتها كمان فنانه، مامتها بتعمل حاجات. هفكرك ببعت لك. انا عارف. هو الفن متوارث ما شاء الله. أيوة. ما هي عائله فنيه يا شو اسمه. تفضلي انت. ماما كثير بتدعمني، وهي اللي دائما يعني مش بس لي، لاي حدا انه هيك مثلا بتلاقي لحد مواهب، حتى لو ما كان له مواهب بتسوي هيك انه لا انت بتعرف تعمل هيك، تقدر تعمل هيك. هي اللي دائما بتفرجيني الاشياء الجديده اللي انا قلتها عنها، يعني هي اللي دائما تحكي لي انه في هاد فن جديد وفي هاد، فانه تقترح يعني عليك مثلا شو رايك تعملي هيك؟ انا جربت كمان اعمل هاي الصناديق اللي بتكون من ورق اللي بتفتح هيك. كمان جربتها، وطبعا من ماما الدعم كان حلو. قولي لي بقى المواد اللي انت بتستخدميها، طقوسك، بتقعدي فين في البيت مثلا على زاويه كده على جنب حاجتك ما حدش يقرب لها، بتشتري ايه، مصروفك بتتعاملي معاه ازاي؟ انا حابه بصي ادخل حياتك، بصي فضوليه عايزه اعرف كل حاجه. هلا اللي بحب الرسم اي حدا اي مكان يعني، بس يعني ممكن اي مكان انت بتحبه، او مكان مثلا بالطبيعه عادي، حتى لو انت كنت قاعد بس هيك على التخت انه بس انه ترسم اي مكان، انه بيعطيك طاقه ايجابيه، بيعطيك راحه نفسيه. فهدول. طب مصروفك كيف تتعاملي معك؟ كيف بتجيبي الاشياء هاي الالوان الخشبيه؟ بتحوشي ولا ماما بتعطيكي على الجاهز؟ لا ماما بتعطيني على الجاهز. ماما بتعطيني على الجاهز معترفه. خلص سلمتي امرك هلا. لا مش غلط، هذا نوع من الدعم المادي من الاهل لاطفالهم. بس انا عندي لك سؤال، امتى بلشتي؟ يعني انت اسمها صغيره، امتى بلشتي تنتبهي انه عندك هيك موهبه؟
وأنا صغيرة كتير لسه ما كنت يعني برسم، بس كانوا هدول الدفاتر اللي بيكون مرسوم عليهم بس إحنا نلون متلونيهم. فكان بس إنه ينتبهوا علي إنه كنت كتير صغيرة يعني بس ألون إنه ما أطلع برا الخط، كان هيك بالضبط الرسم ما أحرك إيدي. فمن وقتها إنه اكتشفوا إنه عندي هاي الموهبة وصرت أرسم من بعد هاي الفكرة. حلو. طيب إذا سألوكي سؤال قالوا لك، أنا عارف قبل شوي حكيتي عنها، لو سألوكي سؤال وقالوا لك اختاري بين التنتين، تكوني رسامة بعالم الفن والرسم والفن التشكيلي ولا تكوني مصممة أزياء، شو راح تختاري؟ لا أنا بميل للتصميم الأزياء، بس كمان عاد أنا بحبهم الاثنين فبقدر أجمعهم مع بعض. حلو. يعني قادرة توفقي بيناتهم؟ يعني أنا بحب كثير أكون مصممة أزياء، من تصميم فساتيني بقدر إني يعني أضيف شو اسمه الهاي الفن التشكيلي بسبب علمك او خبرتك في الفن التشكيلي هيكون عندك ابداع في انك انت تعملي ديزاينات جديده. حلو الموضوع ده. وفي نقطه كمان يا رب تكوني انت بتعملي كده اللي انا هساله دلوقتي، بتستخدمي الاغراض القديمه، هي بترجعي تعيدي تدوير الاشياء ولا بترميها زينا بتتخلصي منها بكل لا فيه. بحاول كثير اني ارجع اعيد تدوير الاشياء. شطوره. بحاول لأنه عدد بيكون شيء كتير حلو إنه يكون هيك شيء قديم هيك، فإنه لما تغيريه عدد بيكون شيء كتير. طب اديني كم فكرة كده أنا أعملها، يعني دي أفكار حديثة حاجات جديدة ممكن تتعمل. يعني بتستخدمي شيء وتحطي فيه أقلامك كذا؟ أكيد السلات مثلاً. مثل شو؟ إيه انت هلا حشرتيها بالزاوية؟ خلاص لا لا لا، يعني فكرت ان هي كانت عامله حاجه تنصحني بيها دعاء. خلاص نوار حتنصحك بها. شوفي انت ستايل نوار فعلا، قلتي نوار ستايل نوار بالضبط. نوار كتير بسط معاها. نوار هيك يعني ستايلها، بتحب اعاده التدوير، بتحب الاشياء القديمه وتحتفظ فيها، بتحب الرسم، بتحب الفن، وبتروح معارض. طب رحتي معارض؟ كثير. باب خبريني يلا. معارض بيكون هيك معارض كتير صغيرة، فبشوف الرسمات وهاي الأشياء. وحتى إذا مش معارض يعني بالسوشيال ميديا خلص صار أي شيء تقدر تشوفيه أنت بس عن السوشيال ميديا والصور. طيب أنا هلأ عندي سؤال أخير. هلأ أنت، أنا بعرف أنك أنت بترسمي بالعادة على دفاترك، هل جربتي ترسمي على الكتب المدرسية نفسها ولا مثلا ما بتحسي أنه هي أسهل، أو مثلا بتحسي دفترك خاص فيك أكثر فبترسمي عليه؟ جربتي مرة ترسمي لحد من أصحابك أو مثلاً على الهوم وورك اللي بدك تسلميه للدكتور للمدرسة؟ يعني كثير جربت أرسم لأصحابي لأخواتي، بس ما عمري جربت أرسم على الكتب لأنه يعني هي أصلاً بتكون مكتوبة، فبس إنه هيك الدفتر بدون عليه أي شيء فهمته وهيك، فلما أجي أرسم بقدر إني أحط الرسم اللي أنا بحبها. حلو. برافو عليكي لين، انا اتمنى ان انا اشوف اكتر من نموذج زيك كده يكونوا جمال وشطار وبيعملوا حاجات جديده وحاجات مفيده، مش بيضيعوا وقتهم في اللعب والايباد والكلام اللي احنا بنشوفه مؤخرا ده. انا عايزين ان شاء الله نوعدك وعد كده ان احنا نستضيفك بقى لما تكبري كده وتكوني يعني مصممه ازياء كبيره قوي وتلبسينا بقى كمان تجيب لنا فساتين. نورتينا وشرفتينا لين، وان شاء الله لينا لقاءات تانية معاكي في المستقبل وبالنجاح وبالتوفيق. خلينا نطلع بريك وبنرجع تاني.